قال ابن القيم رحمه الله: كلما كان القلب ممتلئا بذكر الله كان عنه السحر أبعد. ولهذا أكثر ما يصيب النساء والجهال والأطفال. ولو اعترض معترض فقال: إن النبي عليه الصلاة والسلام كان يذكر الله على كل أحيانه ومع ذلك أصيب بالسحر. فالجواب عن ذلك أن هذا السحر الذي نزل بالنبي عليه الصلاة والسلام من جنس المرض الذي يصيبه ليرفع الله به درجته، كما سقط من الفرس وكما كان يؤك كما يؤك الرجل. وإذا قال لعائشة: أما رأيت أني استفتيت الله فشفاني، فدل على أنه من المرض. ومن الفوائد في إصابته بالسحر لكي يعلم الناس كلهم أنه بشر عليه الصلاة والسلام، يصيبه ما يصيب البشر، فيكون فيه رد على من غلا فيه عليه الصلاة والسلام. ومن فوائد إصابته بالسحر أن يعلم بنفسه أمته كيف يتخلصون من السحر وكيف يتعاملون معه. ولذا لما سحر نزلت المعوذتان، فجعل عليه الصلاة والسلام يقرأ على هذا الشعر المعقود فيه السحر، فكلما قرأ آية انحلت عقدة. ولذا لما قالت عائشة: يا رسول الله أفلا أخرجته؟ قال: أما وإن الله قد شفاني فلا أريد أن أحدث على الناس شرا. هو أخرجه عليه الصلاة والسلام من البئر وقرأ عليه، لكنه لم يخرجه لعموم الناس حتى لا يفتح على الناس شرا، فكان فعله عليه الصلاة والسلام بعدم إخراجه على وجه العموم من باب سد الذرائع المفضية للشرك.